ضمن فعاليات اليوم الدولي للشباب، نظم المركز الشبابي للإبداع الفني معرض إبداعات شبابية، والذي يقدم مجموعة من الأعمال الفنية لعدد من الفنانين القطريين والذين تنوعت أعمالهم بين الخزف واللوحات التشكيلية. ويأتي المعرض ضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي يقيمها المركز تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة، ويستمر على مدار 3 أيام تحت شعار المشاركة الشبابية. بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للشباب الذي تحتفي به الدولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، أقام نادي الخور الرياضي ورشة عمل تحت عنوان المبادرات الشبابية إبداع وتجدد. حضرها عدد من الشباب المهتم باكتساب خبرات في مجال الريادة والعمل. تضمنت الورشة محاضرة عملية عن كيفية الوصول إلى فكرة المبادرة ومن ثم العمل بها حتى تحقيقها، وما يتوجب على الشاب أن يفعل لكي لا تقف أفكاره عند مبادرة واحدة. كما تعاون الحضور بتنوع خلفياتهم وخبراتهم وتجاربهم واهتماماتهم في عدد من الأنشطة البسيطة الجماعية. مجتمع ينعم بعقول واعية وأجسام سليمة هي الرؤية التي اختارتها وزارة الشباب والرياضة، وتنوي تحقيقها بالتعاون مع الشباب الحريص على مستقبل الوطن من خلال مشاركاته في مثل هذه الفعاليات وورشات العمل.